مجرد أن خطى هذا الجندي خطوة لالتقاط سكينه أدرك أنه داس على لغم أرضي. لن تصدق ما حدث في النهاية، ولكن قبل ذلك أدعوك أن تكون من بين المحظوظين 1% الذين اشتركوا في القناة حتى يتمكن من الوقوف على ذلك اللغم الأرضي في مكانه بناء على أمر النقيب. يرفع الجندي قدمه عن اللغم الأرضي، وعلى الفور يضع النقيب قدمه على اللغم الأرضي. الآن نجح هذا النقيب في إنقاذ حياة رفيقه، ولكن حياته الآن في خطر، وفجأة يختل توازنه وترتفع إحدى ساقيه في الهواء. عند رؤية ذلك تسوء حالة الجميع، ثم يقف النقيب فوق اللغم الأرضي ويبدأ بالقفز، لكن اللغم الأرضي لا ينفجر، نظرا لأن هذا اللغم الأرضي كان تالفا بالفعل، كان النقيب يستمتع به فقط.